ساعدكم مزين ونهار اليوم مبروك عيدكم مبروك عيدنا وفرحنا الشعب الجزائري بكامله وخاصة الانتصار لمملكة الجزائر نقول لهم سعايدكم عيد عيد مبروك كلهم شيخ مبروك كلهم جيسبيغ لاني لاني كي بيان سرا بوكو دو سوكسي بور لو كلوب اي بوكو دو بونور ا كلهم نقول لهم سعايدكم ان شاء الله يتعيدوا بالصحة والهنا وخاصة انصار مملكة العاصمة بسم الله الرحمن الرحيم بصحة عيدكم بصحة الأمة الجزائرية وخاصة أنصار مدير الجزائر السويت مبروك العيدكم كاع الشعب الجزائري وكاع لي سوبورتا ان شاء الله تعيدكم تعيدوا مليح ان شاء الله والسلام عليكم السلام عليكم صحة عيدكم وإن شاء الله عيد لكل الشعب الجزائري وكل الأمة الإسلامية هذه صحة عيدكم إن شاء الله السلام عليكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله واش نقول لكم سعيدكم تعيدوا بالصحة والهنا ان شاء الله ان شاء الله نقول لكم تعيدوا بالصحة والهنا وان شاء الله تكونوا ربي يتقبل منا هذا الشهر شهر الغفران والرحمة ان شاء الله هذا شهر رمضان المبارك ربي يتقبل منا وان شاء الله نقول لكم صحة عيدكم كاع الجزائر الشعب الجزائري وكاع المسلمين والله يشفي مرضى المسلمين واللي مريض الله يشافيه وصحيح الله يعافيه ان شاء الله وصحة عيدكم وعلى خير صحة عيدكم pour tous les Algériens pour tous les musulmans du monde entier ان شاء الله خير pour tout le monde ان شاء الله ان شاء الله الشعب الجزائري كل عام بألف خير ان شاء الله عيد سعيد وعيد مبارك لكل الجزائريين خاصة الجالية الجزائرية اللي خارج الوطن وكل عام هم بخير ان شاء الله السلام عليكم بمناسبة عيد الفطر هذا المبارك توجه لنا التهاني خالصة للشعب الجزائري ونقول لهم صحة عيدكم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله والشعب المغربي كذلك والعائلة خاصة رمضانكم وصحة عيدكم كل عام وانتم بخير ان شاء الله تدوم بالصحة والهنا ان شاء الله وتقبل الله منا ومنكم وان شاء الله لكل الأمة العربية والإسلامية وخاصة الشعب الجزائري الشعب الجزائري والأمة الإسلامية صحة عيدكم عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير ان شاء الله يعاود علينا بخير تقبل الله منا ومنكم ان شاء الله يعيدوا بالصحة والهنا وكل عام إن شاء الله يلقاهم بخير وعلى خير إن شاء الله ويفرحوا مع وليداتهم إن شاء الله مع العائلة تاعهم إن شاء الله دار العالم بمناسبة عيد الفطر هذه نقول للشعب الجزائري يلقى صحة عيدكم الشعب العامي والعائلة حسنة وخاصة ياسين دور السلام عليكم بمناسبة عيد الفطر نتمنى لكل الشعب الجزائري عيد مبارك وخاصة الأنصار بوجود والعائلة الكريمة عائلة سبيتش كل عام وانتم بخير إن شاء الله السلام عليكم إن شاء الله رمضان مقبول صيام مقبول بمناسبة عيد الفطر نتمنى لكم عيد مبارك إن شاء الله لكل أمة المسلمة وخاصة للأنصار العامة إن شاء الله أنصار العامة دي فرحة العامة إن شاء الله عيد مبارك عيد بصحة ولهنا كل الشعب الجزائري إن شاء الله كملوا رمضان إن شاء الله بصحة ولهنا أخويا السلام عليكم صحة رمضانكم نقول لكم صحة عيدكم عيد بصحة ولهنا كاع الشعب الجزائري مشيتو مولوديا وفاميليا وجيراننا وسلام عليكم مبروك عيدكم بالهمة بابينا سل عصيمة جزائر تفرح فيما صحة كانها عروسة في التبسيمة غنية في السوق
صحة عيدكم زين.